موجز العاشرة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية وفي النشاط البرلماني، يعقد اليوم المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025. ويتضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من جهة، وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. فيما يناقش غدا أعضاء مجلس الأمة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 في جلسة عامة على أن يعرض للتصويت السبت القادم. بموجب الحركة الأخيرة في سلك الولاة المنتدبين التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أشرف أمس وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية بمقر ولاية الجلفة على مراسم تنصيب جهيد موس واليا جديدا للولاية بحضور المنتخبين المحليين وأعيان الولاية وإطاراتها وممثلي المجتمع المدني. وخلال مراسم التنصيب أكد مراد أن الولاية استفادت من أضخم برنامج تكميلي من ناحية الغلاف المالي، وأن مضمونه سمح بتمويل مشاريع هامة ضمن مساعي تكفل أمثل بانشغالات المواطنين وإرساء قاعدة اقتصادية. تكميلي من ناحية المالية أضخم البرامج التكميلية من ضمن الولايات التي إذن حاول أن يجعلها تتدارك هذا التأخر لفائدة المواطنين. البرنامج هذا قرابة 185 مليار دينار ومس كل القطاعات. سيد رئيس الجمهورية يريد أن يعيشوا العيش الكريم، أن يعيشوا في أمن وطمأنينة، أن تتوفر لديهم كل ما هم يحتاجونه، المواطن ثم المواطن ثم المواطن. لابد أن نوفر له يعني الضروريات، ولابد أن نحسن له الإطار الذي يعيش فيه، ولابد أن نؤمن به في إحداث الديناميكية اللي لازم تكون على مستوى ربع ولاية شاسعة مثل ولاية الجلفة. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد أشرف أيضا بمقر ولاية المدية على مراسم تنصيب جلال دومي واليا جديدا للولاية بحضور المنتخبين المحليين وإطارات الولاية وممثلي المجتمع المدني. وبالمناسبة شدد وزير الداخلية على ضرورة تكاثف الجهود لتجسيد تطلعات المواطن في مختلف القطاعات. هناك جهد مبذول، وأن الأمور تغيرت وحتى في قراها وحتى مجمعاتها السكنية، وهذا كل هذا بفضل السياسة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية الذي أخذ على عاتقه في عهدته الأولى أن يعمل حتى إن شاء الله المواطن حيثما هو موجود لابد أن يستفيد من الشيء اللي كان لابد أن يستفيد منه، ولا يبقى في هامش الحرمان، ولازم يكون تكافؤ للفرص أينما كان، على مستوى المراكز العمرانية، على مستوى القرى والمجمعات السكنية، حتى البعض ربما بعيد كل البعد عن هذه المجمعات سكنات فردية، إنما نشوفوا باللي هناك يعني إنارة وكهرباء وطرق. خلال تدخله أمس في اجتماع بمجلس الأمن بطلب من الجزائر، غويانا، سلوفينيا وسويسرا لمناقشة كارثة المجاعة التي تهدد سكان شمال غزة، دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إلى ضرورة اعتماد وبشكل فوري القرار المقترح من الأعضاء المنتخبين من مجلس الأمن للحد من هذه الكارثة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في القطاع مأساوي ومخيف نتج عن سياسة حرمان مقصودة من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي، والهدف هو إفراغ شمال غزة من سكانها وتهجيرهم. الوضع السائد بقطاع غزة يتدهور بشكل مأساوي، وتنتشر المجاعة بين الفلسطينيين، وضع لا طالما دقت بشأنه المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر وأصدرت إنذارات طارئة. الأسرة الدولية أصبحت عاجزة عن وضع حد للقمع الذي تمارسه قوة الاحتلال ضد الفلسطينيين.
فالتقارير تشير إلى أن 80% من سكان غزة يعانون من مجاعة كارثية. والهدف من كل هذا هو إفراغ شمال غزة من سكانها وتهجيرهم. الوضع كارثي ومخيف، وبرغم النداءات المتكررة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لم يتمكن من إدخال إلا 37 شاحنة مساعدات خلال شهر أكتوبر، في حين دخلت 500 شاحنة مساعدات في الشهر نفسه من العام الماضي. لابد أن نحترم واجباتنا الأخلاقية والإنسانية، ولابد أن نعتمد بشكل فوري القرار المقترح من الأعضاء المنتخبين في هذا المجلس. وفي فلسطين المحتلة تتواصل جريمة الإبادة والتجويع في حق المواطنين، حيث ارتقى 15 شهيدا في قصف طال منزلهم في بيت حانون شمال قطاع غزة، كما استقبل مجمع ناصر الطبي 11 شهيدا جراء استهداف الاحتلال الصهيوني لمجموعة من المواطنين شمال مدينة رفح، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ يوم أمس إلى 63 شهيدا على الأقل وإصابة العشرات بجروح. وفي لبنان استشهد اليوم 8 مواطنين في غارة صهيونية استهدفت شقة في دوحة عرمون، كما ارتقى 20 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في غارات صهيونية أمس على بلدات شبعة وجون وسهل الخيام وجبل لبنان، لترتفع حصيلة الشهداء إلى أزيد من 3287 شهيدا وأكثر من 14222 مصابا، حسب ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية. يحدث هذا في وقت صادق فيه الاحتلال الصهيوني على توسيع العملية البرية في جنوب البلاد لنشر المزيد من قوة الاحتلال. رياضة الآن، حيث وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى عاصمة غينيا الاستوائية مالابو تحسبا لمواجهة المنتخب الغيني غدا بداية من الساعة 2 بعد الزوال لحساب الجولة 5 عن المجموعة 5 من التصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025. للتذكير، فإن المنتخب الوطني قد حسم تأهله رسميا إلى الكان بعد فوزه على منتخب توجو ذهبا وإيابا في شهر أكتوبر الماضي، ليتصدر بذلك ترتيب المجموعة ب12 نقطة. وبأخبار الرياضة ناتي لختام ملموس.